وا الدراري بونجور، كما حكيت لكم في الفلوج اللي قبله، اليوم ماشيين للسيد هذا باش نطلع الفوق للطابق نورمالمون 143 فازا كيما هكا، مانيش متاكد قداش من طابق فيه، اما طن بعد وقت اللي نطلعوا باسطا ويبداو يحكيو لنا على الانجازات نتاعهم. لازم ندخلوا من غادي مثل دبي مول هذاك، ومن بعد نرمى موطا نلقاو ثم باب مكتوب عليه ات ذا توب تاع البرج، وهذاك هو نرمى مو. الحق ما نعرفش وين لازم نمشي توا، ما نتصور على قريب نلقاو شوية ليفتات متاع إرشادات، قالك تطلع لهني من بعد تمشي طول، من بعد باش تدور على اليسار، من بعد باش تلقى فيرزات ثم بحثيه مسعد، تاخذ المسعد هذاك تنزل على الجي اللي هو بارامون جراوند ليفل حاجة هكا، بس سيمبل انستراكشنز إلى حد الآن. باهي فرمان هي شباب هاكا مكتوب الغادي، احنا من حاملي التذاكر، احنا ولاد قحبة عليهم. تعدينا من هنا تو من السيكوريتي، وتو فرمان ينيكولك تصويرة قبل ما تطلع، مانيش عارف فازة تذكارية ولا جوست حبوا يصوروا الناس الكل اللي جاي لهنا. لحظة خلينا نصور شباب ونرجع لكم فوتوشوت. أعطيتهم ابتسامة عريضة فرحوا بي، أعطوني يور فوتو شن بعد يبيعوا لي التصوير، ما يعرفوش لي أنا إنفلونسر محترف شباب، ما نسحق الشيء هذا به. ممتاز تريت ربي، يعطيكم الصحة، ما قصروا الشباب والله ما قصروا. نمشيوا مع المعاقين ولا مع العباد نورمال؟ نعطيكم هكا كعبة وايد فيو انجل اوضح شوية، الكواليتي مش شارب كما الكاميرا الاخرى، مع الاقل نصور كمية المعلومات اللي تراوها تنجم تعوض على النقص متاع الشارب ولا. اما هي يمكن ما حكيتكمش على سوام، 220 درهم، 220 درهم تقسم على 4 تقريبا تجيك باليورو، معناتها 55 تقريبا، 55 باهي مش خايبة مش منيك. الزبي قاح لكانت ما فهم شيء. كارني بديت هيك على خاطر التايم لاين من لوت الفوق.
اما زبورة الامبيونس بصفة عامة تحسك كل عاملينها قاو قسم على كل غنة جلادييتر ربع. Thank you. يوزب شو السرعة اللي تحرك بيها الشيخ؟ برا مو الحكاية كل على بعضها نص ساعة ما تصورش طول أكثر هناك. بعد مش نمشي أنا وصايفر للجلوبال فيلج. برما مو جونا أحلى جو. אני צריכה להמתין שעה. אז בואי. אני צריכה משהו להביא. מה זה שעה? איך שעה? זה בדיוק לגלל. איפה היא? איפה? איפה? היא אומרת, one hour. Thank you.
زي المول شباب. بوم من هنا يظهر ما هو لي. البارح حسيت لي امبوسيبل يكون هذا اكبر مول ولا كيف. اما وي نتراجع عن كلامي. وذيك اللوطة النافورة اللي شفناها البارح لي النافورة الراقصة باراموس ماك. وهكا نكونوا كملنا الصعود يعني الى قمه العالم. ان شاء الله تكونوا عملتوا جو عاده. اما انا بصراحه اكثر حاجه امبرست بها هي الاسانسور. اسانسور سريع في الزبي. كان ثم زاده جيفت شوب الفوق، اما اللي تنجم تاخذه من فوق تنجم تاخذه حتى لهنا. اما منظر مزيان الحق، خليك تخمم وترفلكت يعني على التطور اللي وصلت له الكائنات البشريه. يعطينا الصح. دونك احنا رجعنا مره اخرى في وسط المول، اما سي فؤاد باش يمشي غادر المكان هذا. كما قلت لكم بعد شويه في قبل سايفر نمشيو لل جلوبال فيليج. هذه على اساس ولا حكيت لكم عليها في الفلوج اللي فات يا حسيل، حتى كان ما حكيت لكمش مش مشكل، خليكم تسوقين.